السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سلام بحضراتكم وحكاية جديدة من حكايات الثورة حكاية الثورة النهاردة حكاية الحقيقة مختلفة لأن احنا هنبدأ في سلسلة حكايات الثورات المصرية شوفوا في رأيين بيتقالوا دايما رأي بيقولك أن الشعب المصري ده شعب مش بتاع ثورات شعب خانع شعب طول عمره بيرضى بأنه أي حد يحكمه وبيستشهد هذا الراي بانه من اكثر شعوب الارض نظرا للموقع الجغرافي اللي بتتمتع به مصر من اكثر شعوب الارض الذي تعرض للاحتلال والذي تعرض الى الحكم انه اي حد معدي يحكمه حتى لدرجه انهم الاشخاص اللي جم يخدموا عندهم عبيد عندهم اللي هم المماليك استطاعوا ان يحكموا هذا الشعب لفترات زمنيه طويله جدا تجاوزت الثلاثه قرون فده راي بيقول انه الشعب المصري عمره ما بيصور ولا حاجات زي كده وراي تاني بيقول لا طبعا الشعب المصري فيه لحظات ثوريه جدا لكن المشكله الاساسيه انه مصر من الدول التي عانت قمعا شديدا غير مسبوق في كذا حته في العالم يعني يعني لو انت قريت زي ما احنا قلنا بنتكلم كده على فكره انه كل حاكم او كل دوله تيجي تنشئ نظام حكم في مصر بتكون بتتعامل مع المصريين بقمع شديد طول الوقت طول الوقت مهما كان هذا الحاكم حتى ان كان كفور الاخشيدي اللي هو يعني متنبي يروقه الراجل الحافي العبد الاسود اي حد بيجي يحكم مصر بيتعمد انه يقمع المصريين بشدة فالشعب المصري من أكثر شعوب الارض التي تعرضت الى عمليات قمع من كافة الذين احتلوا هذا البلد النهاردة هنبدأ مع ثورة من اولى الثورات طبعا تاريخ مصر لو احنا دخلنا فيه بالتدقيق شوية هنجد في ثورات قبل كده كتير، في ثورات كتير حصلت في مصر في اسف في مصر في العصر الحديث، لكن احنا بنبدا من ثوره القاهره الاولى اللي تمت سنه 1798 بعد الحمله الفرنسيه، لكن في قبل كده ثورات تمت. وفي ثورات تمت بعد كده حتى كمان مش هنقدر ناخد تفاصيلها من اللي تم به الاطاحه بخرشة باشا والاتيان بمحمد علي، فالشعب المصري الحقيقه عنده الجينات. لكنه زي ما قلت لكم بيعاني من قمع شديد جدا جدا طول الوقت انتوا طبعا حضراتكم انه نابليون بونابرت احنا اتكلمنا في الثوره الفرنسيه اللي بدانا بها هذه السلسله ان نابليون بونابرت استطاع ان يقمع الثوره الفرنسيه ام الثورات يعني ويتحول الى ديكتاتور وامبراطور تحت فكره ان احنا فرنسا العظمى ويحقق الامبراطوريه الفرنسيه فنابليون بونابرت سنه 1798 في شهر مايو يعني جهز الحملة الفرنسيه على مصر وجهز تقريبا زي ما بيقول المؤرخين اكتر من 400 سفينه و الف جندي وتوجه بهم الى مصر وهو كان عبقري الحقيقه لانه كان عارف الـ الـ الخريطه الجغرافيه خريطه الجغرافيا السياسيه بشكل مبهر يعني فاختار مصر لموقعها الجغرافي وهو طبعا نابليون اول من وضع لبنات الكيان الصهيوني لانه هو فطن الى انه فكره عبقرية الجغرافيا السياسية للوطن العربي وقلبيه المصر والشام لابد أن يفصل ما بينهما قلبيه مصر والشام ولا تركيا لازم تفصل ما بينهم لأنه الاتصال الجغرافي لهذا التجمع هو خطر كبير جدا على أوروبا وعلى العالم كله فكان صاحب فكرة لابد من كيان ينصب هنا كي يكون قاطع للوصلة ما بين مصر والشام ومن خلفها تركيا فنابليون جهز الحملة بتاعته سنة 1798 وتوجه بها إلى الإسكندرية ووصل الإسكندرية يوم 1 يوليو سنة 1798 ولم يلقى أي يعني مقاومة تذكر عسكرية لأنه المماليك اللي كانوا بيحكموا في هذا الوقت مصر و... و... والإسكندرية وغيرها فالمماليك شافوا جيش أول مرة يشوفوه فكرة المدافع كانت بالنسبة لهم فكرة يعني عجيبه جدا شافوا الجيوش بهذا الشكل المتطور فهربوا وسابوا اهل اسكندريه يلاقوا مصيرهم نابليون سيطر على الاسكندريه يوم 1 يوليو وعين عليها حكومه فرنسيه ونزل القاهره يوم 7 يوليو عمل نابليون زي ما حضراتكم عارفين عمل فكره الحرب الدعائيه اللي هو فكره انا المخلص نابليون اشتغل طبعا بفكره الميديا بقول لكم كان عبقريا يعني اشتغل على فكره الميديا مبكر جدا اللي هو انا مش جاي احتلكم انا مش جاي اعمل فيكم حاجه انا جاي اخلصكم الحكم المماليك طبعا المماليك كانوا وصلوا لمرحله من سوء الحكم المفرط يعني مماليك كانوا بيفرضوا الضرائب الباهظه بيتقاتلوا في بينهم وبين بعضهم كل المسائل مبنيه على الخديعه والدسيسه والخيانه فكان المصريين يعني تذمروا بشده من حكم المماليك فهو ده خلاهم المدخل ده اللي هو فكره انا جاي اخلصكم من الحكم المماليك وانا ماليش اي اطماع في مصر ملناش طمع في اطماع في حكم مصر يعني ملناش اطماع في مصر ومش عايزين منكم حاجه بالعكس ده احنا بنقل بنجل العلماء ولما دخل القاهره توجه القاهره يوم 7 يوليو دخل القاهره بعد ما هزم مراد بيك وابراهيم بيك وهربوا للصعيد دخل يوم 13 يوليو القاهره قرب علماء الازهر وجاب الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الازهر اللي هيكون ليه دور معانا في هذه الثوره وعينه ضمن مجموعه زي مجلس حكم القاهره كده هو اللي يختار الموظفين ويختار المسؤولين ويختار الحاجات دي كلها فهنا عبد الله الشرقاوي حتى لقب بانه ذو الرئاستين رئيس الازهر شيخ الازهر يعني ورئيس اللجنه اللي عينها نابليون بونابرت هو نابليون اشتغل على الفكره دي وان انا مش جاي احتلكم ولا حاجه ده انا جاي اخلصكم من المماليك وانا بقى العلماء اهو وحتى سرب اشاعه زي ما انتم حضراتكم عارفين انه اسلم ودخل في الاسلام والحاجات دي كلها. آه ووعد المصريين بانه يعني هيخلصهم من الضرائب الباهظه اللي كان بيفرضها عليهم آه المماليك وانه آه هيبدا يعمل لهم أه نهضة في الرخاء والعدل والمساواة والحرية والكلام اللطيف بتاع شعارات الثورة الفرنسية اللي هو سرقها منهم والحاجات دي كلها. وخد بعضه وطلع نابليون بولابارت على عكة عشان أه أه لا دي عكة دي في اسف في الثورة الثانية في 1000 الف 1800. الف 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 في الثورة الأولى كان لسه مستقر في القاهرة هنا بدأ المصريين يسألوا عن أه وعود نابليون فين بقى؟ لا ضرايب اتخففت ولا ممارسات حصلت ولا أي حاجة حصلت. اللي حصل إنه الفرنسويين كانوا بيبدأوا وأنتوا لكم قبل كده لما اتكلمنا عن الإمبراطورية الفرنسية واتكلمنا على الثورة الجزائرية إنه الإحتلال الفرنسي إحتلال غشيم. الإحتلال الإنجليزي إحتلال ناعم. يعني لطيف كده بيعمل تنمية بيتكلم بشكل لطيف. الإحتلال الفرنساوي غشيم عنيف. فلذلك الجنود الفرنسيين بدأوا يتعاملوا بغلظة وبخشونة مع المصريين وبدأوا يخلعوا انتوا عارفين زمان طبعا كان كل حارة لها باب اللي هو تقفل باب الحارة محدش يدخل بالليل والحاجات دي كلها لحفاظ أمنها كانوا بيخلعوا أبواب الحارات بيهدوا بعض المساجد لي عشان يوسعوا عشان يعرفوا يتحركوا لو احتاجوا التحركات بشكل عسكري فهذه الأسباب دفعت المصريين إلى أنهم قاموا بثورة يوم 20 أكتوبر سنة 1798. والثورة دي قامت من الأزهر الشريف، وهنا يتبنى دور الأزهر وتعرف قد إيه أن الأزهر هو منارة مهمة جدا للمصريين، والمحتل أو وكلاء المحتل بيبقوا واخدين بالهم كويس جدا من الأزهر عشان ما يسبب لهمش مشاكل انتوا عارفين طبعا انه اخر مظاهره خرجت لنصره غزه كانت من الازهر وتم القبض على الناس فيها فالازهر هو مفترض ملجا وملاذ المصريين عشان يتحركوا فيه فيوم 20 اكتوبر تجمع عدد كبير جدا من المصريين تحت رعايه مشايخ الازهر وخرجوا في مظاهره كان عددهم ساعتها ألف وده طبعا عدد مش عايز اقول لك يعني ده لو ألف دلوقتي في مظاهره بيتقال عدد كبير فما بالك بقى مظاهره سنه 1798 فده كان عدد كبير جدا 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 مما اصاب اصلا الفرنسيين بالربكه لدرجه انه المصريين الجنرال دي بويل كان حاكم القاهره في ذلك الوقت يعني استخف واستهتر شويه بالمصريين فكانت النتيجه ان المصريين قتلوه قتلوا الجنرال ديبوي اللي هو حاكم القاهره في ذلك الوقت عشان كده استبدلهم استبدل بونابورت ديبوي اللي اتقتل بحاجه بقائد تاني اسمه بون وبدا يتعامل مع المصريين. كان المصريين بقى خرجوا الاسلحه والشوم والعصي والحاجات دي كلها وبداوا يتعاملوا مع الفرنسيين وقامت الثوره في كل احياء مصر تقريبا باستثناء تقريبا حي مصر القديمه وبلا عشان دول كانوا قريبين من معسكرات الفرنسيين. نابليون استشعر الخطر وبدا يدور وطبعا ده راجل دارس في الاكاديميات العسكريه وزي ما قلت لكم عبقري المصريين ناس بسيطه وشعب بسيط ملوش اصلا في التكتيك العسكري فكانوا يتحركوا بشكل عفوي لكن نابليون ركز على فكره انه يقف على الاماكن العاليه لذلك نصب المدافع بتاعته على الاماكن العاليه في المقطم وفي الاماكن المرتفعه وبدا يقذف المصريين بواب وابل من المدافع طبعا المصريين باتوا يوم 20 اكتوبر ده عملوا الانجاز ده وانتم عارفين المصريين برضو يعني ما عندهمش فكره ايه تكنيكات زي ما قلت لكم تكنيكات عسكريه ولا تكنيكات ثوريه الناس قامت بالثوره يوم 20 اكتوبر وقلبوا الدنيا وبتاع وراحوا ناموا قاموا الصبح طبعا فوجئوا ب آه هذا التكنيك الذي آه آه تبناها نابليون وطبعا ده بيصيب الرعب في قلوب الناس يوم الصبح لقوا المدافع منصوب عليهم وفعلا نابليون أمطرهم بوابل من القذائف وقتل عدد كبير جدا جدا من المصريين وأكبر مشايخ الأزهر على أنهم يستسلموا بعد ما تيقنوا أنهم هيخسروا عسكريا وعلى فكرة هذه الثورة تقريبا حسب إحصاءات المؤرخين قتل فيها أكثر من 2500 مصري 2500 مصر ده طبعا زي ما بقول لكم رقم مهول رقم مهول تعرف ان المصريين بيدفعوا ضريبه دم من ساعتها لكن من ضمن الصوره المبهره في القاهره في ثوره القاهره الاولى انه الثوره انتقلت زي ما قلت لكم في حلقه الثوره التشيكيه عدوى الثوره اول ما المصريين عرفوا انه الثوره بتقوم بدات البلاد المحيطه بالقاهره آآ آآ تبعت رجالتها كان مثلا منهم آل الشربجي في الأليوبية وفي الجيزة بعتوا الرجال عشان كده نابليون كان من ضمن تخطيطاته العسكرية انه يقطع القاهرة عن باقي البلدان فبعت كتبتين كتبتين في شمال القاهرة عشان يقفلوا اي حاجة جاية من الدلتا وخصوصا من الأليوبية وكتبتين في الجنوب عشان يقفلوا اي حاجة جاية من الصعيد وحاصر القاهرة وقطعها عن باقي مصر حتى يخمد الثورة وده اللي خلاه خلى المصريين يتيقنوا انهم مش هيقدروا يعملوا حاجة وللأسف راحوا استسلموا استسلم الشيخ عبد الله الشامي وكده ومن هنا بدأ التنكيل بقيادات الثورة عن طريق نابليون بونابرت قبض على عدد كبير جدا أولا طبعا قبض على ستة من قيادات مشايخ الأزهر وأمر بإعدامهم فورا وتم اعدامهم وكمان قبض على عدد كبير من قيادات او من الناس اللي شاركت في الثوره وداهم السجن وحكم عليهم بالاعدام واعدامهم بالسمك بالسمكي بتاع السلاح السكينه اللي في اللي في البندقيه عشان يوفر الرصاص تخيل شوف الاجرام يعني استخسر استخسر في المواطن المصري انه يضربه بالنار ف بالسمكي عشان يوفر الرصاص وكمان قبض على الكثير من الاسماء يمكن اسماء محتاج ان احنا نذكرها عشان نقول ان التاريخ ما بينساش حد الشيخ سليمان الجوسقي والشيخ احمد الشرقاوي والشيخ عبد الله الشبراوي والشيخ يوسف المصالحي والشيخ اسماعيل البراوي دول اصدر نابليون اوامره بانهم يعدموا فتم اعدامهم وكمان قال لهم روحوا اذبحوهم وارموهم في في النيل بالليل عشان الناس ما يعرفوش هم راحوا فين لحد دلوقتي يمكن كتب التاريخ بتذكر لنا هذه الاحداث اهلهم ساعتها في هذا الوقت لم يتبنوا او لم يعرفوا مصير هؤلاء المشايخ لكن احنا مهم جدا نذكر هؤلاء عشان تعرف ان التاريخ دول ماتوا يا جماعه سنه 1798 ها يعني شوف من من عشرات السنين مئات السنين ماتوا ولكن التاريخ يذكرهم لانهم احرار ضحوا بحياتهم من اجل لحظه في وجه المحتل فنذكرهم اساميهم الشيخ سليمان الجوسقي الشيخ احمد الشرقاوي الشيخ عبد, الو... عبد الوهاب الشبراوي الشيخ يوسف المصلحي والشيخ اسماعيل البراوي فهؤلاء تم قتلهم وتم التنكيل حتى ان نابليون امر كتائبه بانها تطارد العربان حتى تستقر الامر وفي الفعل طبعا استطاع نابليون ان يقضي على ثوره القاهره الاولى وان يستقر له الامر لكن الشعوب لا تنكسر وهنا طبعا آه لما نخلص ثورة القاهرة الثانية اللي هنسجل اللي هنصورها لحضراتكم أو آه نتكلم فيها لحضراتكم الحلقة القادمة نأكد لك إنه فكرة الثورة موجودة في دم الشعب المصري وإنها ما بتموتش إلا إنه حصل فيه بعض المتغيرات في زمننا الحديث هبقى نتكلم عليها إن شاء الله في ثورة القاهرة الثانية ثورة القاهرة الأولى فشلت 1798 لكن المصريين ما طولوش ما قعدوش كتير يا دوبك سنتين بس سنة 1800 ورجعوا المصريين مرة تانية يثوروا على نابليون بونابرت على الحملة الفرنسية فيما عرف بثورة القاهرة الثانية أو الكبرى إن شاء الله اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم الحلقة الجاية بإذن الله في برنامجكم اليومي في رمضان حكاية ثورة حكاية الثورة النهاردة أن المصريين مش شعب جبان المصريين بيدفعوا ضريبة دم من زمان المصريين دفعوا 2500 او اكثر من ارواح شهدائهم عشان يقولوا لنابليون وجيشه لا مصريين شعب ملوش كتالوج المصريين ما تعرفش امتى هيصوروا وامتى يسكتوا يمكن المصريين عندهم مشاكل ما درسوش علوم عسكريه ما درسوش ما درسوش خطط استراتيجيه لكنه شعب لا يمكن ان تقول انه شعب ميت ان شاء الله باذن الله اشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده وثورة القاهرة الثانية ألف وتمومية. أيها الناس ثوروا لأن من أمن الثورة استعبد الناس